تفضل. خير ست درة؟ سلطانة ويام، جيت لأنه السلطانة الأم أمرتني. شو صار؟ كمان هلأ بدياني؟ لا سلطانة، بس الحراس عم يستنوكي قدام الباب، في عرباية جاهزة برا اجت مشان تاخدك. رجاء تنزلي من دون مشاكل، وخلينا نحل هالقصة بهدوء يا سلطانة، لأنه بصراحة أمرتنا السلطانة الأم، إذا ما طلعتي لوحدك رح نطالعك بالقوة. وأنت فعلا بدك تعملي هالشي؟ وحتنفذي هالأمر يا درة؟ قال حابة تشوفيني قبل ما تروحي. وأنا بتشكرك لأنك قبلتي وإجيتي لعندي. جيت مشان ما تبهدلي حالك أكتر من هيك. احكي شو بدك مني؟ شو بدك تساوي لو ما رحت يا مولاتي؟ وقتها رح أكون مضطرة أعطي الدفتر للسلطان لحتى أخلص منك. عن أي دفتر عم تحكي مولاتي السلطانة؟ لتكوني بتقصدي هاد؟ من وين جبتيه؟ شلون وصل الدفتر لإيدك؟ اجيتي مشان تنفذي الأمر يا درة؟ لا يا سلطانة، هذا اللي طلبتيه. هاد صف ملكية المزرعة اللي وعدتك فيه. شكرا لأنك ساعدتيني. لا تاكلي هم أبدا، بوعدك الموضوع رح يبقى سر بيني وبينك. الظاهر كتير مستخفة فيني يا مولاتي. شلون وصل لهون؟ أكيد سرقتي. أي يمكن هيك، بس ما كتير مهم. المهم هلأ إنه ما بقى في شيء تأكدي ضدي للسلطان. ما رح يتغير شيء، بدي أقول كل شيء وأكيد رح يصدقني وبدون الدفتر كمان. تهمة كبيرة كتير هي يا مولاتي، لازم يكون عندك دليل. وأصلاً جلالة السلطان ما رح يصدقك أبداً، لأنه بيعرف إنه أنا وياكي مو صحاب بنوب، وبيعرف إنه أنتي ورا موت الحصان وكمان جاريتي. Thank you.